21 يوما على الزلزال المدمر، ولا تزال عائلات سورية تبحث عن أبنائها بعد أن فقدت أي اتصال معهم. منهم عبد الله، أهلا بكم. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. عبد الله يافع سوري كان يتلقى العلاج قبل الزلزال في مشفى في مدينة الريحانية بولاية هاتاي. بعد وقوع الزلزال انقطع التيار الكهربائي لمدة يومين على الأقل في الريحانية، ما استدعى نقله من المشفى أو من المنزل تحديدا إلى مشفى الريحانية، ومن المشفى فقدت عائلته الاتصال معه بعد أن نقل أيضا من هذا المشفى إلى مشفى آخر. سيد أحمد والد عبد الله العلاوي، أهلا بك. شو اللي صار؟ إمتى آخر مرة شفته لعبد الله؟ أول شيء الزلزال الأول صار انضرب جهاز التنفس بسبب الكهرباء، فنقلناه عن مشفى بالعناية، وبقي حتى الاثنين الماضي الزلزال الأخير، فصار إخلاء من المشفى وأخلوه على مكان ثاني، وما بنعرف أي مشفى يعني بأي ولاية ما بنعرف. هو شو كان معه عبد الله قبل الزلزال؟ شو ليش عم يتلقى علاج؟ هو صار معه إصابة بالفقرة الأولى والثانية بالرقبة، فصار معه شلل رباعي وربطوه على جهاز تنفس فتح رغامة، فالموضوع صار له مش حوالي 4 سنوات في الحالة هاي. شو سبب الإصابة كان سيد أحمد؟ إصابة عمل في الرقبة، الفقرة الأولى والثانية أصيبت، وصار إصابة نخاع شوكي رضوض. قديش عمره عبد الله؟ مواليد 2021 سنة. 21 سنة. يوم الاثنين لما نقلوه من المشفى خبروكم؟ تواصلوا معكم؟ طبعا نحن ابني راح، بس خبرونا انه طلعوا الطيارة، وما يعني الوجه وين ما بنعرف، أنقرة، اسطنبول، إزمير، مرسين، أظن ما بنعرف. وما معه تليفون يمكن عبد الله؟ هو ما معه تليفون، هو معه بالأساس تليفون بس كان بالعناية ما معه تليفون. طب شو مناشدتك اليوم أخ أحمد؟ نعم، شو مناشدتك اليوم؟ المناشدة الأولى إنه أنا بس بدي أعرف ابني بأي مشفى، اللي عم يشوفنا لعله إنسان يكون مثلاً بقرب منه أو حدا يعني بيوصلنا إلى المشفى اللي هو حالياً فيها مرسيين بأضانة أياً كان. طبعاً أنا ما في عندي شك إنه يتلقى الرعاية الصحية، ولكن أنا حاب أن أعرف بأي مكان فقط، هاي مناشدتي الأولى. والثانية طبعا هو مربوط على جهاز تنفس، يعني انتهز فرصه الظهور معكم اذا في هناك يعني طبيب يساعدني بموضوع علاج التنفس في الفقره هاي تبعت الرغامه، يحسن يشيلها عنه، لانه هي اللي عم تعمل لنا المشكله يعني الاساسيه، والجهد اللي عم عانيه بموضوع حمله إلى المشفى أو غيره. يعني هو بحاجة لتدخل جراحي، عملية ما لما شو تماما بحاجة؟ هذا الموضوع يعني هو أنا اللي أجهله، فحاليا يعني صار مربوط على الجهاز ما يقارب 4 سنوات. طبعا الحال اللي صار فيه تحسن أكثر من قبل، ولكن يحتاج ما يسمونه تفطيم عن الجهاز، ونحن كعائلة ما نستطيع يعني ما عدنا الأهلية. إذا هناك يعني إنسان طبيب يعني أو أحد يعني ماهر بهذا الموضوع يحسن يقدم لنا هاي الخدمة بأنه يفطموا عن الجهاز. نحن بنضم صوتنا لصوتك بأنه أي حدا عنده معلومات عن عبد الله، إذا حدا شافه بأي مشفى ممكن يتواصل معنا، نوصله معك سيد أحمد أولا لتطمن عليه. لفت نظري أنك قلت أنه هو أصيب إصابة عمل، تعطيني التفاصيل من 4 سنين شو اللي صار؟ طبعا نحن كنا بأزمير تحديدا بمنطقة اسمها توربلة، وهو كان يعمل بمعمل موبيليا، فسقط عليه الشبك على الرقبة وصار معه كسر في الفقرة الأولى والثانية، وأخذناه على مشفى الجامعة بأزمير
وتلقى يعني العلاج وعمليات يعني أكثر من عملية، وبقي في المشفى ما يقارب ال6 أشهر، وخرجناه بهذه الحالة اللي مربوط على جهاز التنفس، وصرنا يعني نهتم فيه بالبيت، وإذا احتاج لأخذ إلى المشفى يعني بحال ساءت حالته نأخذه. وآخر شيء لما صار الزلزال احتاج إنه يدخل العناية، فوضعناه بالعناية ليوم الاثنين. لأنه يعني هذا مختصر الموضوع. نعم إصابة عمل، فمفترض، ما بعرف إذا هي وثقت، إذا سجلت كإصابة عمل لتحصيل كامل حقوقكم وحقوقه. أنا هذا اللي قصدته من طبعا السؤال. طبعا فهمت انا عليك. نحن اقمنا دعوة ووكلنا محامي في هذا الموضوع، وفي ضبط عنده ضبط في هذا الموضوع، ولكن للآن ما لحد الآن يعني ما وصلنا لنهاية الموضوع. أخ أحمد شكرا كثير. إذا المناشدة بخصوص عبد الله العلاوي، عمره 21 عام، نقل من مشفى الريحانية بالطائرة يوم الاثنين الماضي. أي من اللي عم يتابعونا عندكم أي معلومات عن عبد الله، رجاء التواصل معنا بالرسائل أو بالاتصال لحتى تطمن عليه أسرته لعبد الله. هذه صورة عبد الله مبتسما رغم أنه داخل أو على سرير المشفى. بقدر أعرف منك سيد أحمد إذا هذه الصورة بمشفى الريحانية أم في وقت سابق، لكن كان مبتسم بالصورتين، مبتسم عبد الله. الحمد لله نحن استقبلنا هذا الموضوع بكل تسليم ورضا بقضاء الله، وهو كمان يعني الحمد لله. هذا الصور كانت في البيت، هذا نحن عندنا غرفة يعني شبيهة بالمشفى تقريبا، وأنا حاليا في هذا الغرفة يعني على سريره وأنا أجلس. هو الحمد لله مبتسم دائما إلا في حالات الألم والتعب، هاي في البيت. وعنده أكثر من صورة طبعا في المشفى، ولكن المنظر يعني صعب كان، ما حبيت أنا أعطيكم إياه. الله يقويك يا سيد أحمد ويطمنك على عبد الله. شكرا جزيلا لك. جزيتم وكفيتم، بارك الله بكم.